سؤال حالاتنا النهارده كان وجه كلمه او رساله لفلفل بعد تألقه في مونديال انديه اليد مع الزمالك. وفادي محمد مساء الفل عليك، فلفل لعيب جامد واشكره على التألق مع اني اهلاوي بس كان نفسي الزمالك يحقق البطوله فخر المصريين. احمد العبد حارس رائع ممكن يرجع المنتخب بعد تألقه مع يرجع المنتخب بعد تألقه مع الزمالك، هو وهنداوي والطيار حراس كبار. وإبراهيم فتحي شكرا جدا، ربنا يوفقك في اللي جاي بإذن الله ودايما في تألق، تحياتي ليك. في كمان عواد الجهري ربنا يوفقك في اللي جاي ودايما في تألق. مصطفى عثمان ربنا يكرمك يا فلفل إن شاء الله.